اليوم دابا ملي جيت انا باش نسمع شي مرافعه تنصيب ان الزميل تيهضر ما هضرش في القانون بصفه نهائيه، يلا اكتفى بانه الزملاء ديالي راهم هضروا في القانون وانا ما غاديش باش ما نعوضش ما قاله الزملاء. الا سي قلنا انت اش تفهم في القانون؟ هادوك قالوا اللي عندهم وانت اش عندك؟ تقول اللي تتعيب على واحد اخرين وتقول على انهم ما قالوش القانون. قلنا سيدي انت هذا القانون اللي تتفهم فيه، فتنعتقد بانه الملف كله داز مزايدات من طرف الدفاع ديال توفيق بوعشرين، ما كاينش فيه تفسير ديال القانون. اكثر من هذا كاين هجوم حتى من طرف يعني هذوك الشغيله ديالو اللي في اخبار اليوم، وان كان تيقول لك انا اخبار اليوم ما بقاتش عندي علاقه بها، ولا راه عنده علاقه بها وراه تابعه له والخط التحريري ديالو، وتيجيو بعض الزملاء ديالو في التحرير واللي تيديروا الافتتاحيات وتيمسوا بسميتو بالدفاع ديال الضحايا. يعني قالوا من بين ما قالوا على انه شي واحد قال لك يا ودي كان حداه شي محامي نظيف واللي هو تيوحي له بانه هذوك المحامون اللي تينوبوا على الطرف المدني، ها اللي يعني ما تعرفش في حقوق الانسان، ها اللي ما تعرفش في السياسه، شي مسائل من هذا القبيل، وانه هذاك الملاك اللي حداه يعني قرب يوصفه ملاك، حنا تنعرفوه تنعرفوه، ما عندنا علاش نقولوا ما ننكروش الاسم ديالو، ولكن تنعرفوه تنعرفوا الجرائم ديالو، تنعرفوا الجرائم ديال لي 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 يعني فين تخبع، وإن كان يكون مثقف المثقف تيخصو يكون مثقف يعني نظيف، وهذاك النيت اللي تيكتب ما عارفش الحقائق ديال الأمور. لو أنه يعرف التاريخ ديال مجموعة ديال الأشخاص مجموعة ما يقولش عليهم الملائكة، لأنه كاين 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 ملفات حنا تنعرفوهم فاس في التسعينات في الأول ديال التسعينات، وراه ملي تنقول هكا راه المعني بالأمر تيعرف شنو هو الملف ديال التسعين واللي كاين فيه وثائق وكاين فيه مسائل ديال التغليط ديال القضاء باش داز واحد الملف. حنا ما عندناش نجبدوا داك الشيء، ولكن حنا قلنا يا ودي على انه الجلسه فيها السريه، السريه معناه انه اي محامي خارج الدفاع لا ديال المتهم او لا ديال الضحايا ما يحضرش في الجلسه، هذا حق، هذا قانون، وبالتالي ما نجيوش حنايا ونبقاو يعني نقحموا الاسماء معينه ونغطيو بها على شي حوايج، الشمس ما تتغطاش بالغربال. كذلك يجي حميد الدين اليوم نهار السبت والحد ويقول كلام خطير في النيابه العامه، يقول لك انها النيابه العامه سلطه غادي يمكن لها تولي اله جهنميه لخلق الظلم. صعيب باش تقول مؤسسه بهذا الهضره، تنعت مؤسسه بهذا الهضره هذه، ولا في ملف في اخبار اليوم تيحرض على الفتنه واللي تيقول انه سميتو كاين حقه مغلفه، انه كاين تقارير دوليه ان الحراك العربي جاي واتي بقوه ويمكن يمس المغرب وانه يمكن يمس بعض الملكيات. هذا راه تحريض، هذا راه خطير. أنا ما تنعتقد بأن هذا الملف هذا ما خصوش يسكت عليه أي واحد.